الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد. أدم الصلاة يا أنت على محمد، فقبولها يا حتم بغير تردد أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي محمد. اللهم صل وسلم. وحق مشاعر البلد الأمين ومن صلى بأرض المشعرين، إذا ما فتشوا بالبحث صدري رأى بين الضلوع هوايا الحسين. اللهم صل وسلم على هذا الحسين سيد الشباني ونجل من ساد بني عدنان وخير قاضي وخير قاصي في الورى وداني الفرقد السبط الإمام الثاني ابن الوصي وفارس الفرسان مقاتل الأبطال والشجعان وآية مهيمن الدياني إمامنا الطهر العلي الشاني. اللهم صل وسلم على صلاة وتسليم من الله كلما بدا قمر تغشى الحسين المعظم سليل الوصي المرتضى وابن فاطم عليه إله العرش
صلى وسلم. اللهم صل وسلم. إمام كريم شرف الله قدره وفضله لما براه وعظامه، له غرة كالشمس في رونق الضحى وترب به تهدى العيون من العمى. روى الشيخ الطوسي في المصباح عن القاسم بن العلاء الهمداني وكيل مولانا أبي الحسن، وكيل مولانا أبي محمد الحسن العسكري، قال: ولد مولانا الحسين صلوات الله وسلامه عليه يوم الخميس لثلاث مضينا من شعبان، فصمه وادعوا بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك بالمولود في هذا اليوم الموعود بشهادته قبل استهلاله وولادته، بكته السماء ومن فيها والأرض ومن عليها، ولما يطأ ولابتيها قتيل العبرة وسيد العترة إلى آخره. أصحابنا مختلفون في مولد مولانا الحسين صلوات الله وسلامه عليه، ليس فقط في اليوم بل في اليوم وفي الشهر وحتى في السنة، بين السنة الثالثة والسنة الرابعة، والمشهور أنه في السنة الثالثة، والأقوال في ولادته أشهرها أنه ولد في اليوم الثالث من شعبان في السنة الثالثة من الهجرة، هذا هو المشهور عند أصحابنا. ولكن هناك من علمائنا من قال غير هذا القول، يعني عندنا على سبيل المثال ابن نما، الشيخ ابن نما قال: ولد لخمس خلونا من جمادى الأولى. وعندنا الشيخ المفيد عنده قولان في الإرشاد، قال: في الثالث من شهر شعبان، وفي المقنعة قال، أو المقنعة قال: في الخامس من شهر شعبان، يعني بين الثالث وبين الخامس. هناك من قال أيضا أنه في شهر ربيع الأول، في آخر شهر ربيع الأول. وممن قال بهذا القول الشيخ الطوسي، الشيخ الطوسي مع أنه روى روايتين في مولد مولانا الحسين عليه السلام في شعبان، وهي هذه الرواية المتقدمة عن مولانا أبي محمد العسكري أنه ولد في الثالث من شعبان ويستحب الدعاء بهذا الدعاء، مع ذلك الشيخ الطوسي يرى أن مولد الإمام الحسين عليه السلام كان في آخر ربيع الأول، كان في آخر ربيع الأول. المجلس يعلق على كلام الشيخ الطوسي، يقول: إنما قال الشيخ الطوسي بهذا القول مع أنه روى روايتين في مولد الحسين في شعبان، وتابع الشيخ المفيد في قوله أنه ولد في آخر ربيع الأول مع أنه لا يوجد عندنا رواية بهذا القول، لأنه نظر إلى مولد الإمام الحسن عليه السلام وهو مشهور عند السنة والشيعة، كان في نصف رمضان،
وعندنا روايات صحيحة يقول المجلس أن بين مولد الحسين بين مولد الحسن ومولد الحسين 6 أشهر وطهر، والطهر أكثره 10 أيام، فإذا حسبنا 6 أشهر من نص رمضان وعشرة أيام يصير في جمادة في آخر جمادة مولده. لكن المجلسي يقول هذا الكلام مبني على أن ولادة الحسن في النصف من رمضان كما هو مشهور عند السنة والشيعة، ومع وجود هذه الروايات التي تقول بأن الحسين ولد في 3 من شعبان علينا أن لا نأخذ بالقول بأن المولد الحسن في النصف من رمضان. يعني يقول المجلس إذا بنشكك في تاريخ ما نشكك في يوم 3 من شعبان، لا نشكك في مولد الحسن في النصف من رمضان لأنه لم يرد برواية معتبرة. هذا كلام المجلس، لم يرد برواية معتبرة. زين، المشهور كما قال القمي أن مولد الإمام الحسين هو في اليوم 3 من شعبان كما عليه جمهور علماء الشيعة، وبمولد الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه ولد أعظم مولود من ناحية النسب، يعني هو فريد من نوعه في نسبه، نسب الحسين ما تكرر لأحد. جده رسول الله، جده معصوم وأبوه معصوم وأمه معصومة وأخوه معصوم وذريته معصومة، ما يوجد هذا نسب فريد من نوعه. نسب الحسين فريد من نوعه، فريد من نوعه، وهذه واحدة من خصائص مولده. من خصائص مولده أيضا أن أمه حملته كرها، قال تعالى حملته أمه كرها ووضعته كرها. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يفسرها في الحسين، حملته أمه كرها، يقول نزل جبرائيل على رسول الله صلى الله عليه وآله وقال له إن الله تعالى يبشرك بغلام من فاطمة تقتله أمتك من بعدك، قال لا حاجة لي في غلام تقتله أمتي من بعدي، شو أسوي في غلام تقتل أمتي؟ فارتفع إلى السماء ورجع بنفس العبارة، إن الله تعالى يقول لك أنه يهب إليك من فاطمة غلام تقتله أمتك من بعد، فقال لا حاجة لي في غلام أو مولود تقتله أمتي من بعدي. المرة الثالثة نزل جبرائيل قال إنه يقول لك إنه جاعل فيه الإمامة والولاية والوصية، فقال رضيت رضيت. ثم بعث إلى فاطمة بنفس الرسالة، إن الله بشرني بمولود منك تقتله أمتي من بعدي، قالت لا حاجة لي في مولود تقتله أمتك، قال إن الله تعالى يقول إنه جاعل فيه الإمامة والولاية والوصية، فقالت رضيت ولكنها حملته كرها، في شيء منغص عليه ووضعته كرها. هذه من خصائص المولد، من خصائص مولد الحسين صلوات الله وسلامه عليه أن حمله 6 أشهر. يقول مولانا الصادق وما ولد مولود قبل الحسين 6 أشهر فعاش إلا يحيى بن زكريا وما بكت السماء، سكتوا هذا الولد لكم، وما عاش وما ولد مولود 6 أشهر فعاش إلا يحيى ابن زكريا، إلا يحيى ابن زكريا وما بكت السماء 40 يوما على أحد إلا عليهما، قيل وكيف بكاؤها؟ قال تخرج الشمس حمراء
وتغيب حمرة، تخرج حمرة وتغيب حمرة. من خصائص المولد قال تعالى في شأن يحيى: لم نجعل له من قبل سميا. يقول مولانا الصادق: وكذلك الحسين عليه السلام لم يكن له من قبل سمية. والسمي هنا عدنا محط التأمل، هذه السمية ما معنى سمية عند المفسرين جميعا سنة وشيعة؟ السمي يعني مثيل، ما جعلنا له مثيل. ليش مثيل؟ فسروها بالمثيل، السمي بالمثيل أو الشبه. قالوا لأن الله تعالى لا يسمي الشيء إلا باسمه إلا بصفته. لما سمي آدم آدم؟ قال الباقر: لأنه خلق من أديم الأرض. يعني مو مثلنا إحنا البشر، الأسماء تعتبر أمنية عندنا. نسمي الولد على سبيل المثال رحيم يطلع قاسي، نسميه حسن يطلع سيء، نسميه جميل يطلع قبيح. يعبر عن أمنية، يعبر عن أمنية. زين، الحسين لم يكن له من قبل سمية، ويحيى ابن زكريا لم يكن له من قبل سمية. من خصائص مولد الحسين صلوات الله وسلامه عليه بالاتفاق عند السنة والشيعة أن يوم مولده كان مأتما، وأن الرسول صلى الله عليه وآله بكى عليه يوم مولده. مو بس احنا نروي، السنة يروون بعد، الخوارزمي يروي، الطبراني في معجمه يروي خبرا أن رسول الله بكى على الحسين يوم مولده وعزته الملائكة بمقتله. من خصائص، هذه كلها خصائص ما اجتمعت لمولود في الدنيا، ما اجتمعت لمولود، كلها مجتمعة في مولود ما اجتمعت. من خصائص مولده يقول الإمام الصادق أنه ما رضع من فاطمة ولا من أنثى قط، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يأتيه فيضع إبهامه في فمه فيمصه الحسين ويشبع، وهكذا بعد يومين أو ثلاثة يأتيه فيضع إبهامه في فمه ويمصه الحسين ويشبع. من خصائص مولد الحسين أنه كان سببا لتوبة الله على ثلاثة من الملائكة، وهم دردائيل وصلصائيل وفطرس. وهنا البعض يضع إشكال، كيف يتوب الله على الملائكة؟ هل الملائكة يذنبون؟ الملائكة لا يذنبون على المشهور، الملائكة لا يذنبون. والجواب على هذه المسألة: أولا، كون الملائكة لا يذنبون هذه مسألة مختلف فيها نوعا ما عند بعض علمائنا، يعني الشيخ الطوسي يرى أن هذه الآية لا يعصون الله ما أمرهم خاصة بجماعة من الملائكة وهم الحملة فقط، مو كل الملائكة. وباقي الملائكة عند الشيخ الطوسي ممكن. هذا أولا. ثانيا، الروايات لا تذكر معصية أصلا. خذ خبر فطرس بعثه الله في بعث فأبطأ. الإبطاء ليس معصية. فأبطأ، فغضب الله عليه وألقاه في جزيرة من جزر البحر. ألقاه في جزيرة من جزر البحر فعبد الله 700 سنة. سكت هذا الولد، محال هذا. 700 سنة يتعبد الله سبحانه وتعالى، وإلى يوم ولد الحسين صلوات الله وسلامه عليه نزل جبرائيل في 1000 من الملائكة ومروا على جزيرة التي ألقي فيها فطرس بعد أن كسر الله جناحيه، فقال: يا حبيبي يا جبرائيل، ما هذا النزول؟ وش صاير؟ قامت القيامة،
قال لا، ولكن ولد لخاتم الأنبياء محمد. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله. مولود وقد بعثني الله لتهنئته عنه وعن نفسي، فقال فطرس احملني معك إلى خاتم الأنبياء ليدعو الله أن يغفر لي. فحمله على جناحه، فلما حضر جبرائيل بمحضر رسول الله صلى الله عليه وآله هنأه عن الله سبحانه وتعالى وعن نفسه، وصافحته الملائكة وهنأوه. ثم قال جبرائيل: يا محمد، هذا فطرس ملك من الملائكة غضب الله عليه وألقاه في جزيرة من جزر البحر بعد أن كسر جناحه، وجاء يسألك أن تتشفع إليه. فقال: يا جبرائيل، قل لفطرس يتمسح بهذا المولود. فجاء فطرس يتمسح بالحسين وبمهد الحسين، فجبر الله كسر جناحه وحلق في السماء، وقال: يا رسول الله، إن أمتك تقتل ولدك هذا وله علي، لا يزوره زائر إلا وبلغته عنه، ولا يسلم عليه مسلم إلا بلغته سلامه، ولا يصلي عليه مصل إلا وبلغته صلاته. ولذلك عدنا في الخبر عن الإمام الصادق: إذا ذكرت الحسين فقل ثلاثا صلى الله عليك يا أبا عبد الله، فإن ذلك يصل إليه ويرد عليك ويرد عليك، ولا يصلي عليه مصل إلا وبلغته ذلك. إليك شؤون قدسها لم يدنسي، وفيك معان حيرت كل كيس، متى كان مهدون بالمفاخر يكتسي، لمهدك آيات ظهرنا لفطرس، وآية عيسى أن تكلم في المهدي. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. وكنت إماما قبل إيجاد آدم، ولم يكن ذكر للمسيح بعالمي، وقد فقته قبل انتهاء العوالم، فإن ساد في أمي فأنت ابن فاطم، وإن ساد في مهدي فأنت أبو المهدي. اللهم صل وسلم على محمد وعلى محمد. هذا في اليوم الثالث من شعبان من السنة الثالثة أو الرابعة، اليوم الرابع من شعبان من سنة 26 للهجرة، كان مولد العباس ابن علي. يذكر المؤرخون بأن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه مع وجود فاطمة ما تزوج ولا تسرى أيضا، ما تزوج ولا تسرى. ليش؟ مو رعاية بس لفاطمة، لا لا، لأن ما يحتاج، فاطمة كاملة من النساء بها صفات الحور، كانت زهراء تزهر له ثلاث مرات في اليوم، يقول الإمام الحسن العسكري: عند الصباح كالشمس الضاحية، وعند الزوال كالكوكب الدري، وعند الغروب وعند الزوال كالقمر المنير، وعند الزوال كالكوكب الدري. ما كان يحتاج، وكانت لا ترى الدم، لا ترى الدم، وكانت
تزهر لأهل السماء، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما تزهر النجوم لأهل الأرض. اللي عنده مثل فاطمة ما يفكر في الزواج. ولذلك أيضا في الحديث عن الإمام الصادق، لو لم يخلق الله عليا لما كان لفاطمة كفء، لا آدم ولا غير آدم، آدم ومن دونه، يقول الإمام الصادق ما له كفء. لكن بعد فاطمة تزوج أمير المؤمنين عليه السلام من 8 من النسوة، وتسرى 17 جارية من زوجات أمامه اللي تزوجها بوصية من فاطمة، تزوج من بعدي بابنة أختي أمامه فإنها تكون لولدي مثلي، تكون لولدي مثلي. زوجها بعد فاطمة بثمان أو بتسعة أيام فقط، تعجيل لوصية فاطمة. يقول وأما زواجي من أمامه فهذا أمر لابد منه، فإنها وصية فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. زين. تزوج أمامة، تزوج أسماء بنت عميس، تزوج خولة، تزوج الثقفية بنت مسعود الثقفي، تزوج أم سعيد الثقفية أيضا، أم سعيد بنت عروة بن مسعود الثقفي تصير بنت عم المختار، تزوج أم حبيب من سبي خالد، تزوج خولة بنت جعفر من سبي خالد، تزوج الصهباء، تزوج محيات بنت أمر القيس، محيات بنت أمر القيس، وأنجب منها بنت صغيرة. يقولون هذه البنت كانت إذا تروح إلى المسجد يمسكونها الصحابة، يقولون لهم من أخوالك؟ هي بنت أمر القيس، أمها من كلاب يعني، يقولون من هم أخوالك؟ يمزحون وياها، يلعبون وياها. فإذا سألوها هذه تقلد صوت الكلب، تقول وه 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 يعني كلاب، فكانوا يستانسون. هذه ماتت وهي صغيرة. تزوج من أم البنين الكلابية، وما ذكر لنا التاريخ أن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في واحدة من زوجاته استعان بأخيه عقيل وقال له جد لي امرأة ولدتها الفحولة من العرب إلا أم البنين. ومن المعلوم أن أمير المؤمنين ما احتاج إلى عقيل، ما يحتاج في شيء، لا عقيل ولا غير عقيل، وإن كان عقيل نسابة، نسابة خطير عقيل، يعني يعرف الجدة وجدة الجدة بعد، ولذلك مع أنه ضرير لكن كان صاحب بصيرة وكان ذكي حاد الذكاء وسريع الجواب، وله قضايا تضحك الثكلة مع معاوية من سرعة بديهته. يوم من الأيام يدخل على معاوية يقول لمعاوية ما فعل عمك أبو لهب؟ وش صار عليه؟ يبغى يقول له يعني عمك هذا اللي ذمه القرآن، يقول له ما فعل عمك أبو لهب؟ قال وما أدراني عن أبي لهب، إذا دخلت جهنم فخذ على يمينك ستجده مفترش ذراع عمتك حمالة الحطب. شوف أين أكو يا عمتك. سريع الجواب، ذكي، الجواب عليه على طرف لسانه. زين. مع ذلك أمير المؤمنين قطعا أعلم منه في الأنساب وغير الأنساب، الأنساب وغير الأنساب، لكن لابد أن تكون هناك حكمة. لما قال له جد لي امرأة ولدتها الفحولة، يبغى يبين لنا أمير المؤمنين أنه اختار هذه المرأة اختيار منتقينها منتقات، يعني مو مثل إمامة، أمامة تزوجها بوصية، مو مثل خولة أو أم حبيب استنقذها من الأسر، استنقذها وأخذها زوجة، ولا مثل أسماء بنت عميس كانت عند أخوه جعفر وصارت عند أبو بكر وبعد ما مات رجعها رعاية إلى حقها. لا، أم البنين بحث عنها، يدورها يدورها. وعدنا خبر أن محمد بن الحنفية يوم الجمل يقول لأمير المؤمنين انزل انزل، انكشفت الميمنة، فلما هم بالنزول رشقته السهام،
وقف. قال لأمير المؤمنين انزل يا محمد. قال لا أجد فسحة إلا على رمية سهم أو رمح، ما أقدر، وين أروح؟ كل سهام علينا، خل تخلص سهامهم وأنزل. ضربه على ظهره وقال له أصابك عرق من أمك. إيه؟ صحيح أبو أمير المؤمنين وبطل محمد، مو سهل، بطل بطل. يقول ابن خلكان أحد مؤرخي أهل السنة في وفيات الأعيان، يقول بلغ من قوته أنه يأخذ الدرع الحديد يمزقه بيده، ما يحتاج إلى حداد، ما يحتاج إلى حداد. وأصابته عيون من هذا من هذا من هذا المشهد، أصابته عيون، شافوه يشق الدرع بإيده وضربته عين، العين حق، لو كشف عما في القبور لو وجد أكثرهم ماتوا بالعين، العين تدخل القدر، تدخل الجمل القدر. يقول الرسول صلى الله عليه وآله صابت عين، صار ما يقدر يمسك سيفه. على أي حال يقول له أصابك عرق من أمك. سيدنا تفضلوا، الله لما أراد أن يتزوج أم البنين أراد يجيب ذرية، حتى لو صاب عرق من أمه يكون بطل. جد لي امرأة ولدتها الفحولة من العرب لتنجب لي غلاما بطلا يكون ناصرا لولدي الحسين إذا نزل بأرض كربلاء. قال له أين أنت عن أم البنين الكلابية، فإنه ليس في العرب أشجع من آبائها ولا أفرس. وبالفعل يريد أمير المؤمنين أن يقول لنا من خلال هذه القصة، أنا بحثت عن أم البنين بحث لكي أنجب أولاد أصحاب صفات معينة مثل العباس، تنجب لي بطلا. وشوف يوم عاشر، يقول القمي محمد بن الحافية يوم الجمل وقف عند السهام، وأبو فاضل يوم عاشر في المعركة السهام بس عليه وبروحه منصب على 4000 نبلة في اللحظة، وهو يقول لا أرهب الموت إذا الموت رقى. أراد أمير المؤمنين أن ينجب العباس، وأنجب العباس، أنجب العباس لتنجب لي غلاما بطلا يكون ناصرا لولدي الحسين إذا نزل بأرض كربلاء. قال لأين أنت عن أم البنين الكلابية؟ ليش سموها أم البنين؟ لأن جدتها أم البنين، جدتها أم البنين، أم البنين الخمسة مو أربعة. الشاعر قال أربعة لأن القافية جابت خمسة سادات العرب في بني عامر بن صحصح، سادات العرب، جابت ربيعة أبو لبيد الشاعر أو لبيب اللي يقول نحن بنو، عند النعمان، عند الملك النعمان يقول نحن بنو أم البنين الأربعة ونحن خير عامر بن صعصعة. ما قال له بالغت أنت خير من ولده عام، ما قالوا، ما اعترضوا عليهم لأن يعرفونهم آباء ملوك وأبطال. جابت ربيعة أبو لبيد، جابت معاوية معوذ الحكام يسمونه، ربيعة يسمونه المقترين، معاوية معوذ الحكام الثاني، جابت عامر بن مالك لأن زوجها مالك، عامر بن مالك ملاعب الأسنة اللي يهجم على الكتيبة يفنيها. مولانا تفضلوا، عامر بن مالك جابت أبطال. زين، يقول لي ليس في العربي أشجع ولا أفرس من آبائها. وبالفعل بعث بعقيل لخطبتها وخطبها وتزوجها أمير المؤمنين في خلافة عثمان في سنة 26 من الهجرة، في اليوم الرابع ولد قمر بني هاشم أبو الفضل العباس. زين، عشان ما نطول عليك،
الليلة الخامس من شعبان من سنة 38 كان مولد زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. وزين العابدين معروف قصة أمة بنت الملك كسرى، بنت يزدجرد بنت كسرى. أنا ابن الخيرتين، خيرته من العرب قريش ومن العجم فارس. خيرة العجم، العجم مو يعني الإيرانيين، العجم يعني من لا ينطق العربية. خيرة العجم هم فارس الذين ينتسبون إلى فارس بن علم بن سام بن نوح. خيرة العجم فارس وخيرة العرب قريش، ولذلك كان يقول أنا ابن الخيرتين. يقول مولانا الباقر صلوات الله وسلامه عليه لما جيء بسبي فارس، فتحت فارس زمن عمر، لما جيء بسبي فارس كان من بين السبي بنات يزدجر، فلما دخلت شاه زنان المسجد كان عمر على المنبر، نظرت إليه وقالت بالفارسية عبارة معناها لا كان لهرمزيون، لا كان لهرمزيون. سمعها وما يعرف عجمي وأهوج، قال سبتني العجلة، العلجة سبتني العلجة، وقام هم بضربها. هناك أمير المؤمنين قال له اجلس، قال ليس لك فيما لا تدري. أنت ما تدري وش قالت، ما تدري وش قالت، سكتوها الأولاد والله دوخونا. والواحد ينسى يعني، ولو ما أنسى ما يتشتت ذهنك، ما يخالف خلي يبربرون بس يأثر على المجلس وعليكم كلكم. قال ليس لك فيما لا تعلم، فيما لا تعلم اجلس. قعد 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 زين، اراد ينتقم، اراد اخذ ينادي عليها، أخذ ينادي عليها للبيع، أراد أن يبيعها. قال له وليس لك هذا أيضا، حتى هذا مو إلا. قال ولم، ليش؟ قال لأن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول أكرموا كريم كل قوم، وفي خبر أكرموا كريم كل قوم وإن خالفكم. هذول الأشراف، والرسول لا يبيع الأشراف، ما يبيعونهم. لاحظ تعامل النبي صلى الله عليه وآله، ومن خلال هذا الفقه، فقه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، نعلم أو يتبين لنا أن معاملة الشريف معاملة سيئة حتى وإن كان أسير، حتى وإن كان كافر. هذا مخالف لسماحة الدين وما أمر به المشرع، ويعتبر حط من قدر الرجل. النبي عند آداب مع الأسرى، الأشراف يعاملهم معاملة خاصة. الأسير إذا كان به إذا كان ممزق الثياب يأمر له بثياب. بني قريظة لما حكم عليهم بالقتل كان يوم حار شديد الحرارة، قال لا تجمعوا عليهم حر الصيف والقتل، خلوهم قيلوهم، خلوهم يستريحون، خلوهم يبردون. عند تعامل إنساني مع الأسرى زين. وفي رواية العدد أنه أراد أن يبيع النساء ويستعبد الرجال،
قال له أمير المؤمنين: ليس لك ذلك. قال: ولم؟ قال: لأن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: أكرموا كريم كل قوم. وهؤلاء أناس قد ألقوا إليكم السلم وقبلوا بالإسلام، ولا بد أن تكون لي منهم ذرية، وإني أشهد الله وأشهدكم أني قد عتقت نصيبي من هذا السبي لوجه الله. فهب بنو هاشم وقالوا: ونحن يشهد الله أننا قد وهبناك نصيبنا من السبي. فقال: قبلت، واشهدوا بأني قد عتقت نصيبهم من السبي. فقام الأنصار وقالوا: يا أخا رسول الله، ونحن قد وهبناك نصيبنا من السبي. قال: اللهم اشهد أني قبلت وأني قد وهبتهم وأني قد عتقتهم لوجه الله. فقام المهاجرون وقالوا: يا أخا رسول الله، ونحن وهبناك نصيبنا. قال: اللهم اشهد وأني قد عتقتهم، اللهم أني قبلت وأني قد عتقتهم. ما بقى إلا الخليفة. قال: يا علي، لما أعرضت عن رأيي وأفسدت علي أمري؟ أنا أبغي أبيعهم وأستعبد الرجال ينفعونكم. قال: قلت لك لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: أكرموا كريم كل قوم. قال له: صدقت يا أبا الحسن، وأنا أيضا قد وهبتك نصيبي. فقال: وأنا قبلت وقد عتقته لوجه الله. ثم قال: اعرضوا عليهن الزواج. لما رأى جماعة من قريش يريدون نكاحهم قال: لا، ليس لكم ذلك، بل اعرضوا عليهم. كيفهم؟ هم أحرار الحين، يبغون يتزوجون ما يبغون. بعضهم أشار إلى شاه زنان، فنوديت من خلف الحجاب: يا شاه زنان، تريدين الزواج؟ سكت. قال أمير المؤمنين: علمنا بالموافقة، بقى الاختيار. قال عمر: وما أدراك؟ وش دراك؟ قال: لأن رسول الله صلى الله عليه وآله إذا جيء له بسبي من الأكرام، من الكرماء ومن الأشراف، خيرهن، ولم يكن لها ولي، خيرها. فإن سكتت علم أن سكوتها رضا، بقي أن نخيرها. قالوا لها من خلف الحجاب، عندنا روايتين، رواية نادوها من خلف الحجاب: يا شاه زنان، من تختارين؟ قالت: أختار الحسين. نادوها مرة ثانية: من تختارين؟ فقالت: إن كنت مخيرة فقد اخترت. خلاص بعد لا تنادى، اخترت الحسين. وفي رواية المتقدمة، رواية الإمام الباقر، أنها طافت عليهم ثم وقفت على رأس الحسين ووضعت يدها على رأس الحسين. صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. ليش اختارت الحسين بالذات؟ تقول: شهربان ويه، رأيت في النوم قبل ورود عسكر المسلمين كأن رسول الله صلى الله عليه دخل دارنا ومعه الحسين وخطبني له وزوجني منه. فلما أصبحت كان ذلك يؤثر في قلبي، وما كان لي خاطر غير هذا. فلما كان في الليلة الثانية رأيت فاطمة ابنة النبي محمد صلى الله عليه، وقد أتتني وعرضت علي الإسلام فأسلمت.
ثم قالت إن الغلبة تكون للمسلمين، وإنك تصلين عن قريب إلى ابني الحسين سالم، لا يصيبك أحد بسوء. فكان من الحال أن أخرجت إلى المدينة وما مس يدي إنسان. صلوا على النبي محمد ولما مثلت بين يدي أمير المؤمنين قال لها بالفارسية: ما اسمك يا صبية؟ قالت: شاهزنان، أي ملكة النساء. فقال لها: إن شاهزنان هي فاطمة ابنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي سيدة النسوان، وأنت شهربان، أي ملكة المدينة. ثم التفت إلى الحسين بن علي وقال له: احتفظ بها، فإنها ستلد لك خير أهل الأرض في زمانه بعدك، وهي أم الأوصياء الذرية الطيبة. ولما حملت السيدة المباركة شاهزنان بالإمام الهمام زين العابدين صلوات الله عليه، رأت في منامها رجلا يبشرها بغلام عليم حليم، ففرحت لذلك فرحا شديدا. ثم انتبهت من نومها فسمعت من جانبها الأيمن في جانب البيت صوتا يقول لها: حملتي بخير وتصيرين إلى خير، وجئتي بخير، أبشري بغلام حليم عليم. صلوا على النبي. ولما كانت الساعة المباركة التي ولد فيها الإمام صلوات الله وسلامه عليه، أوحى الله عز وجل إلى ملائكته أن اهبطوا إلى الأرض لاستقبال مولود يولد من آل النبي. فنزلت الملائكة أفواجا وصاروا يهللون ويكبرون كرامة وتعظيما واستقبالا لابن النبي المصطفى. فلما دنت منها الولادة بسبط الرسول ونجل علي الوصول مفترض الطاعة إلى يوم الساعة، لم تحس بألم ولا نصب، وإنما كانت تحس براحة في جنبها، وكانت تسمع صوت التكبير والتهليل. ثم أخذتها فترة إذ جاءها الطلق، فبينما هي كذلك إذ وضعت أفضل